أيقونة الفنون القتالية بروسلي. تعددت الآراء والنظريات حول ما كان يقوم به من أفعال خارقة، فهناك تفسيرات تقول بأن هذه القدرات امتلكها بفضل سنوات طويلة من التدريب، ومنها ما ذهب لأبعد من ذلك ليقول بأن بروسلي لم يعد بالفعل واحداً من الأشخاص الخارقين للطبيعة، أو بمعنى أدق الأبطال الخارقون الذين نراهم في الأفلام. لذا دعونا نتعرف سوياً على أهم 7 أسباب قد تثبت أن بروسلي قد كان بطلاً خارقاً بالفعل. شارة التنين. كان معروفاً عن بروسلي عشقه وولعه باللياقة البدنية، وقد أكد ذلك أرملة بروسلي في تصريحاتها عندما قالت بأن زوجها لم يكن يتوقف عن التمرين أبداً حتى أثناء أنشطتهم اليومية العادية، حتى أنه كان يقوم بالتمارين الرياضية أثناء مشاهدته للتلفاز، وكان لي مهتماً بالجزء الخاص بعضلات البطن على وجه الخصوص، حيث كان يرى بأنها تدخل في كل حركة يقوم بها الجسم تقريباً. وفي ظل سعيه لتحسين تلك المنطقة من العضلات اخترع تدريباً يعد خارقاً من نوعه، عرف بعد ذلك باسم تدريب شارة التنين. ولا تظن بأنه تمرين يستطيع الجميع القيام به، فهو في الواقع غاية في الصعوبة. إنه ذاك التمرين الذي أظهره ستالوني في فيلم روكي فور، ولكن بالنسبة لبروس فقد كان قادراً على إسناد كامل جسده على حافة مقعد بحيث لا يلامس المقعد سوى كتفيه فقط، بينما يظل باقي جسده ثابتاً بشكل أفقي وكأنه نائم في الهواء بعيداً عن قوانين الجاذبية. اصطياد حبات الأرز. أتتذكر ذلك المشهد من فيلم كاراتي كيد عندما كان البطل يمسك بذبابة بين عودين من عيدان تناول الطعام؟ حسناً، يسعدني إخبارك بأن هناك من استطاع القيام بذلك الأمر، ولكن في الحقيقة إنه بروسلي. كان بروسلي وانطلاقاً من حرصه على زيادة سرعة رد فعله يلقي بحبات الأرز في الهواء ويقوم بالإمساك بها بواسطة عيدان الطعام. هل تتخيل كم يحتاج هذا الأمر من مهارة وسرعة ودقة؟ بوكسينج باج بشروط خاصة. لم يكن بروسلي يستخدم آلات التدريب العادية أو المعتادة بالنسبة للجميع، وإنما كان يعتمد على آلات مخصصة فقط من أجله. من أهم تلك المعدات كان البوكسينج باج، حيث كان الوزن العادي لأي بوكسينج باج يتراوح ما بين 70 إلى 150 رطل، ولم تكن محشوة بالمعادن بل كانت بحشو عادي. وعندما كان يستخدمها بروسلي في التدريب لم تتحمله أي واحدة منها، حيث كانت تنكسر أمام قوة ضرباته، لذا اضطر إلى استخدام واحدة مخصوصة تزن 300 رطل ومحشوة بالمعادن من الداخل كي لا تنكسر إثر تلقيها للكمات والركلات من قبل بطلنا الخارق. إصبع واحد وذراع واحد. ما هو أقصى عدد تصل له في تمارين الضغط اليومية التي تقوم بها؟ أياً كان الرقم الذي ستجيبني به فلا يمكنني بأي حال من الأحوال أن أقارن ذلك الرقم بما كان يقوم به بروسلي، فقد كان له واحدة من التمارين التي يفضلها عن غيرها، ألا وهي القيام بتمارين الضغط على إصبع واحد. هذا حقيقي على إصبع واحد، ولم تقتصر قوة لي على الأصابع فقط، وإنما كان يقوم بتمارين العقلة بذراع واحد. ومن أشهر المرات التي أذهل فيها الحضور كانت تلك المرة التي تمكن فيها من القيام ب50 عقلة بذراع واحد، والأغرب أنه بعد أن انتهى من ذلك الإنجاز بدا وكأنه لم يفعل شيئاً، أي لم يبدو عليه أي مظهر من مظاهر التعب أو الإرهاق. لكمة الإنش الواحد. نأتي لواحدة من أشهر حركات بروسلي، ولكن دعني أولاً أخبرك أن كل خبراء فنون القتال بالإجماع يؤكدون أن المرء يحتاج لمسافة كافية يحرك فيها ذراعه ليقوم بتجميع القوة اللازمة التي يستخدمها في اللكم، ولكن بروسلي المعجزة كان قادراً على تجميع تلك القوة من مسافة تصل لإنش واحد. هل تتخيل؟ بوصة واحدة فقط، بل كان حتى يدفع الشخص الذي يلكمه مسافة كافية إلى الخلف بتلك اللكمة. تلك الحركة تحديداً أدهشت خبراء الفنون القتالية، خصوصاً عندما أظهرت الكاميرات بروسلي وهو يقوم بلكم لوح خشبي على بعد بوصة واحدة، فينقسم اللوح إلى نصفين. سرعة مذهلة. عندما نتحدث عن سرعة بروسلي فعليك أن تعترف أن سرعته كانت أسطورية لدرجة لا يمكن تصديقها. ومثال على تلك السرعة الخرافية، اعتاد بروس إبهار الناس بحركة انتزاع العملة الشهيرة، حيث كان يضع بيد أحد الأشخاص عملة معدنية ويطلب منه أن يغلق كافة يده عليها جيداً، ثم يقف على بعد 1.5 متر، ثم يقول له
هل تظن أن بإمكاني أخذ تلك العملة التي في يدك؟ ثم يبدأ لي في الالتفاف حول ذلك الشخص في أقل من ثانية، ليتفاجأ الشخص بأن العملة التي كانت في يده تغيرت بعملة أخرى، أي أن لي كان يتمكن من فك كف يد ذلك الشخص واستبدال العملة المعدنية التي بها في أقل من ثانية، ومن دون أن يشعر حتى ذلك الشخص إلا بطيف يتحرك حوله لأجزاء من الثانية كما قلنا. ليس ذلك فحسب، فلي كان سريعاً جداً أمام الكاميرات التي كانت تقوم بتصوير أفلامه، فقد كان من الصعب أن تجاري النسق السريعة جداً لأداء بروسلي وهو يقوم بحركاته، لذا كان يضطر فريق العمل لإبطاء اللقطات كي يتمكن المشاهد من رؤية الحركات في المشهد بشكل واضح. ولكن بعد فترة وبسبب ذلك العناء من سرعة لي الجنونية، طلب منه أحد المنتجين الذي كان ينتج لبروس فيلماً ما أن يبطئ حركاته قدر المستطاع حتى يكون ما يحدث على الشاشة واضحاً. خلع كتف بصفعة. حسناً، لعلك الآن وبعد كل ما ذكرناه تكاد تجزم بأن بروسلي بالفعل كان بطلاً خارقاً أو أسطورياً يتفوق على أي شخص عادي، ولكن ماذا إن أخبرناك بأننا أمام آلة حربية على درجة عالية من الكفاءة في الفنون القتالية؟ نذكر موقفاً من أغرب المواقف عن ذلك الصديق الذي قام بروسلي بخلع كتفه بالكامل لمجرد أن صفعه. بالفعل كانت مجرد صفعة مثل تلك التي تمزح بها مع أصدقائك، وهذا ما أكده بروسلي في أكثر من مرة عن تلك القصة، حيث قال: إنني فقط كنت أمزح معه عن طريق صفعه على كتفه وبكف يدي، ولم تكن لكمة على الإطلاق. هل تتخيل رجلا قويا لدرجة أن يقوم بخلع كتفك عن باقي جسدك لمجرد أنه وجه إليك صفعة بكف اليد؟ دعنا نعرف رأيك حول بروسلي وكيف تراه بعد أن شاهدت ذلك المقطع. هل ما زلت تراه مجرد مقاتل على درجة عالية من التدريبات؟ أم أنك الآن تعتبر ذلك التفوق ما هو إلا منح إلهية تم تكليلها بالجهد المضاعف والعمل الشاق؟